مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ معكم دكتور باسم، جراح تجميل. عم بحكي أو حابب جاوب عن سؤال هيك مر علي، فحبيت أعطيك نصيحة خاصة بهذا الموضوع. هلا بالمجمل بالنسبة للأمراض الجلدية عموما أو الأكزيما خصوصا، أحدهم سأل أنه في علاج جذري مثلا للأكزيما، مثلا أكزيما التماسة وما شابه ذلك. هلا الأكزيما عادة أو أنواع الطفح الأخرى مثل الشري أو ما شابه ذلك، بيكون في رد فعل تحسسي من الجسم، مش ما رد فعل مناعي ولكن رد فعل تحسسي. عادة أنا دائما بركز على الزمر الدموية، بس بهذا الموضوع المعلومات الدقيقة حول علاقة فئة الدم بأمراض الجلد قليلة حتى اليوم، لكننا نعرف أن بعض حالات التهاب الجلد وداء الصدف ينتج عن عناصر كيميائية تثير الحساسية تتفاعل في الدم، ولا بد من أن نشير إلى أن لاكتينات الطعام الشائعة والمحددة لهذه الفئة أو لتلك يمكن أن تتفاعل مع الدم وأنسجة الجهاز الهضمي فتتسبب بإطلاق الهستامينات وغيرها من المواد الكيميائية المثيرة للالتهابات. شو يعني؟ أنا دايما مركز عادة بعد ما أسأل وبعمل الميديكال هيستري للشخص، اسمك، عمرك، طبعا الجنس بيكون واضح ذكر او انثى، يعني بتشكي من امراض، عامل عمليات جراحيه، بتتحسس على ادويه، على ادويه بتاخذ ادويه، الامراض بالعائله وراثيه. بعدين انا بسال عن زمره الدم. هلا المعلومات مو كتير دقيقه لنا حول علاقه فئه الدم او زمره الدم بامراض الجلد، هي قليله، ولكن قلنا انه بعض الحالات قد ينتج عناصر كيميائية تثير الحساسية تتفاعل مع الدم. وقلنا حكيت عن اللاكتينات من قبل، ما رح في بعض الفيديوهات كان الجافة، هلأ على تكرارهم تضطروا ترجعوا لو يمكن ما تحبوا تسمعوا أو ما شابه ذلك. هلأ تظهر ردات الفعل وردات فعل الجلد التحسسية على المواد الكيماوية أو مواد التنظيف لدى الفئتين A و A B أكثر من الفئات الأخرى. فإذا الشخص اللي كان عم يسأل هذا السؤال زمرة دمه A أو A B، ينتبه على هذا الموضوع ويراجع الفيديوهات الخاصة بزمر الدم الثاني، وعلى أساسها يتبع شو قلنا كأطعمة مفيدة ياخدها. طبعا بتكون أحاطة كاملة بالموضوع على هذا الجواب. طبعا في الأشخاص من فئة الدم أو يصابوا بالصدفية أكثر من غيرهم، خصوصا أنه الأشخاص اللي بينصابوا بهالمرض من الفئة أو يكثرين من تناول الحبوب ومنتجات الحليب. إذا كنت اللي حضرتك سألي السؤال، إذا كنت من زمرة الدم A أو A B فلازم تنتبهي. علاج جذري للأكزيما ما في، علاج جذري لأكزيما التماس ما في. بالمجمل قلنا في بعض الزمر بتكون عندهم يكسر عندهم مثلا حمى العلف، يعني التهاب الأنف التحسسي هاي فيبر، التهاب الأجفان التحسسي، الربو، التهاب القصبات التحسسي، الطفح الجلدي كأكزيما وما شابه ذلك. وقد يؤثر يعني تناول بعض الأطعمة في ناس، الحليب ومشتقاته ممكن يعمل عندهم شري، الشوكولا وما شابه ذلك. ارجعي للزمر الدموية وشوفي الموضوع اللي حكيته، لأنه صعب الإحاطة فيه بكلمتين أو ثلاثة. طبعا بالمجمل بالأكزيما وبالطفح وبالشري كل أنواع الحساسية أو كل شيء بدنا نعمل وقاية. الوقاية خير من العلاج دايما، الوقاية خير من العلاج دائما. إذا مغيرة مواد التنظيف تستخدمي مواد تنظيف كتير، جلي، المسح، تنظيف البيت، التماس مع بعض المواد ممكن يعمل، فإذا لازم نبتعد عنها.
عادة من ننصح الشخص يلبس كفوف، أنا بقول له البس كفوف. في ناس بيلبسوا الكفوف وبتكون مبطنة من داخل بالقطن، هذا بيساعد، ولكن بالمجمل عادة بنصح تحط مرطب كثيف مثل الجليسولين مثلا حتى الفازلين، تلبس الكفوف تمام، هيك بيساعد ما توصل المي. لأنه شو بيصير المشكلة؟ المشكلة أنك وقت تلبس الكفوف تستخدمهم انه المي ممكن تدخل لجوا او وهذا بيزيد العامل او حتى مواد التنظيف، وهذا بيزيد التماس، بتكون حاصرتهم اكثر، ومع حراره على الحركه بترتفع حراره الجلد وحراره اليدين، فبصير الامتصاص اكثر، وهيك بتكونوا بتشوفوا مظهر الجلد المتعطن. وقت الواحد بيضل بالمي لكتير بتشوف هذا المنظر. كمان كان في سؤال عن هذا الموضوع. هذا بالمجمل عن كثرة الاستخدام او كثرة التماس مع المي او المياه خصوصا ساخنة او لفترة. هلا الاكزيما مثل ما قلنا هي خلل في الجلد مصحوب بالالتهاب، حكي، جفاف بشرة. كثرة الالتهابات بيشكل جفاف بشرة، بيتهيج الجلد. وقت بصير جفاف بشرة بصير مرونته أقل، المرطبات يعني المواد اللي بتلين الجلد وبتزيت الجلد بتخف كمان، فبيتشقق. تظهر الأكزيما أكثر شيء على الأطراف والوجه والعنق على شكل بقع، وتزداد الأكزيما عند طبعا في ناس بتحسسوا على الصوف الصناعية، على مواد التنظيف قلنا الصابون، عند التعرق الحرارة الشديدة قلنا عند التعرق والحرارة الشديدة بتفتح المسام، فبتصير المواد تستقبل او يمتصها الجلد اكثر. اعراض مثل ما قلنا تشققات بالجلد، قرحات بالجلد لاحقا، احمرار بلون الجلد، نزف من الجلد، حكه، قد يترك هذا الشيء ندبات مع جفاف الجلد تمام. هاد بالمجمل أسباب قلنا المنظفات الكيماوية، التغيرات الهرمونية، التوتر النفسي والعصبي، حساسية الجلد، التغيرات المناخية، أسباب وراثية. عادة الوقاية من الأكزيما تجنب التعرق والتدفئة، تجنب المنظفات الكيماوية، المحافظة على رطوبة الجلد، تجنب الأطعمة المسببة للحساسية والأكزيما، التخلص من التوتر النفسي والعصبي، تجنب الحرارة والرطوبة المرتفعين، تجنب الألبسة الصوفية والمهيجات. هذا بالمجمل بالنسبة للأكزيما. مثل ما حكينا عادة الوقاية خير قنطار من العلاج. إذا كنتي من فئة A أو AB راجعي الفيديوهات الثانية، وأهم شيء إذا نزيد نقلل فترة التماس مع المياه، نقلل فترة التماس مع المنظفات وما شابه ذلك. هذا هو الفيديو. طبعا إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا بقناتي، فعلوا زر الجرس، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. أهلا وسهلا فيكم.